اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. متى 26:41. الكلمات دي قالها المسيح لتلاميذه في جثماني لما كان بيصلي قبل القبض عليه. الله عارف إن جسدنا ضعيف وإبليس بيستخدم الضعف ده ويحاربنا بيه. كسل ونعس وملل ونفس قصير. الله ادينا السلاح اللي يقدر يحمينا ويدينا النصرة، الصلاة. الصلاة وكلمة الله هما ضمان نصرتي في الحرب. كلمة الله بتكشف لي عدوي وبتعرفني ازاي انتصر عليه. في الحرب دي مفيش مكان لا للكسلان ولا للتعبان. احنا في حرب مستمرة وإبليس مش هيبطل يحاربنا. لازم أكون صاحي واستخدم سلاحي. جاهز؟